عايزة حضرتك تقوليلي الأول قبل ما نخش على الكحك، الكنافة والحاجات اللي بالعسل اللي احنا بنعملها في البيت، احنا ممكن نستبدل العسل اللي هو اللي بيتسقي بيه الحاجة بالظبط. ازاي؟ نعمل ايه بداله؟ ممكن نعمله بدل بالسكر العادي، نعمله بالسكر الدايت. دي اول خطوه ممكن نعملها، فرق طبعا كبير جدا. بدل ما نحط كميات كبيره نحط كميات قليله. انا مثلا لما هنعمل النهارده الراسبيز بتاعتنا، انت ممكن هتستخدمي مثلا عسل مكان السكر. طيب ممكن الوصفه دي يتحط عليها 4 معالق عسل، ممكن تحط معلقتين، التيست اكيد هيختلف بس كم السعرات اختلف. فكلنا الحاجه يعني كلنا الديزرت وطعمه بقى ظريف جدا، وفي نفس الوقت اقل في السعرات النص. ما احنا هنقلل بقى من كل حاجه، هستخدم زبادي كامل الدسم ولا لايت، لا استخدم زبادي لايت، هستخدم مانجا اللي هي سعراتها عاليه ولا استخدم تفاح، وهكذا. يا دينا انت لو بصيتي في كل انجريدينت، حتى البشاميل اللي بنعمله في البيت انت ممكن تعمليه بلبن سكيم ميلك، ممكن ما تحمريهوش على النار بالزبده والسمنه، ممكن تعمليه على البارد في لبن خالي الدسم، هيبقى دقيق ولبن خالي الدسم من غير دهون وهكذا. تقدري الشوربه اللي بتعملي منها اي حاجه في البيت، يعني الشوربه تقريبا بتدخل في معظم الطبخات اللي بتعمليها. الشوربه دي لو انت عملتيها النهارده وخليتيها شلتيها في الثلاجه لتاني يوم، الدسم بيتكون طبقه على الوش، دي بتشيليها، الشوربه دي بقت لايت ما فيهاش اي دسم خالص. ما تشتريش بقى مكعبات شوربه جاهزه ولا اي حاجه، هي شوربه بتاعت البيت الفراش الكويسه يتشال الدسم بتاعها. تقدري تعملي بيها اي خضار طالما ما عملتيش حطيتيهوش سمنه وزبده في الخضار نفسه، بقى كده يعتبر خضار بيور ما فيهوش اي سعرات حراريه عاليه وهكذا. الشوربه اللي بتعمليها شوربه مشروم، شوربه بروكلي، خضار، خلاص الشوربه دي بقت جزء من الوجبه، ملى بطننا وعمل لنا شعور بالشبع ممتاز جدا جدا. وانا دايما بقول يا جماعه بليز في رمضان نقلل موضوع العصاير، لانها هي اللي بتملى البطن، هي مش بس بتملى البطن، بتملاها بسعرات. يعني انا ممكن اشرب كوبايه عصير اكني كلت 8 ترغيف، ده رقم كبير جدا جدا بجد. يعني العصاير ومشروبات بسبب السكر يا دكتور؟ بسبب السكر، بسبب السكر والكونتنت. يعني مثلا في عصير نفسه زي ما لسه قايلين من شويه، اشرب عصير مانجا حتى لو فريش من غير سكر خالص، اكيد في سعرات حراريه اعلى بكتير من كوبايه البرتقال الفريش من غير سكر. فمبدئيا الحاجه نفسها في فرق في السعرات، يعني المانجا غير البرتقال. طيب هشرب بقى المانجا او البرتقال بسكر ولا من غير سكر؟ الكوبايه دي اللي كان فيها 150 سعر برتقال ممكن توصل ل 400 و500 وهي اسمها برتقال برضه، والمانجا اللي كان فيها اوريدي من غير سكر 300 سعر حراري ممكن توصل ل 800. انا بديها للناس اللي عندها نحافه عشان تزيد، فالناس بتشربها كده اوت اوف ذا ريكورد وهي معديه كوبايه قمر الدين وهي رايحه كوبايه مانجا، لا دي كلها سعرات عاليه جدا جدا. طب الصح نعمل ايه؟ احنا دلوقتي عايزين الناس تشرب الحاجات اللي هي بتحبها بس في نفس الوقت ما تتخنش وما تزيدش في الوزن. الحاجه الاولى ان انا احدد الحصه، وده اللي احنا لسه قايلينه. يعني انا هقول انا في العادي لينا 3 حصص من الفاكهه في اليوم، الحصه تعادل ثمره فاكهه حجمها متوسط زي التفاحه. طيب انا حد في ناس تقول لي انا بحب العصاير ما بحبش الفاكهه خالص، او في رمضان سبيشال، طيب تمام هنبدل حصتين من الفاكهه، هم قلنا 3، بكوبايه عصير، كوبايه عصير فريش ما فيهاش سكر. يعني لان خلي بالك البرتقانايه مش هي اللي بتعمل كوباية عصير برتقال، كوباية عصير برتقال اتعملت بعدد أكبر من البرتقال، فعشان كده بقول إن الثمرتين فاكهة تقريبا هنعادلهم كوباية عصير بس فريش من غير سكر. هنختار الأوبشن برضو اللي هو طبيعي سعراته أقل، يعني البرتقال أقل، الجوافة أقل، الفراولة أقل، ممكن نحط عليهم لبن خالي الدسم، فبقت كمان وجبة لما بتحط عليها لبن بتبقى تقيلة شوية فبتبقى كويس. طيب قمر الدين